السلام عليكم. ضيف حلقة اليوم هو رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الفريق جبريل رجوب. بصراحة طول الوقت وأنا مضايقني موضوع أنه رئيس اتحاد كرة ولقبه عسكري أمني الفريق جبريل رجوب. بعدين دارت لي وفهمت مدى حنكة هاي السلطة، لأنه رئيس اتحاد كرة فهو فريق، يعني ما راحتش بعيد يعني. المهم اسمعوا هالفريق شو حكى عن مدرب الشعب الفلسطيني أبو مازن. إلا بعضهم حاول يعطينا فلوس، قلت لهم إحنا في عندنا واحد شحات بالشعب الفلسطيني اسمه محمود عباس. أي لا، رئيسنا شحاد، رئيسنا ما هو شحاد، رئيسنا عيلة مستورة عايش على القلة ومعتاد مقضيها خبز وبندورة. ريتك هالكلمة ما حكيتها، جيت تكحل فيها عميتها مقصودة وزل زليتها يا فريق محنك بالكورة. هذا تسلل خلف القائد ومن عندي مرفوع الراية. شحاد بتحكي يا جاحد، ألغينا الترفيع الجاية، يعني بدل الفريق كنا حنعملك تشامبيونز ليج مثلا. قوم اعتذروا وارمح يلا، هذا ري سموحة يلا حاكم دولتنا برام الله. ولهون توقف الحكاية، إذا اليوم شحاد شو راح تحكي الأسبوع الجاي؟ خاطر